يوم الخميس في تصريحات إعلامية بأنه سيتم نقله إلى فرنسا لتلقي العلاج في أحد المستشفيات الكبرى بعد أن أمر الرئيس عبد المجيد تبون بالتكفل به. ويتواجد الفنان مصطفى هيمون المعروف مصطفى غيرهات بالمستشفى العسكري بوهران بعد مروره بحالة صحية حرجة وفشل العمليات الجراحية التي أجريت له سابقا بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة قبل نقله إلى مستشفى وهران، حيث لم يستطع الطاقم الطبي علاجه، مما دفع زوجته إلى إطلاق نداءات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بنقله إلى الخارج لتلقي العلاج. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت خبر وفاته، مما دفع زوجته إلى الخروج ونفي الشائعات عن الفنان مصطفى هيمون، وهو من مواليد 20 مايو سنة 1959 بوهران.